مساء الخير، مساء الأفراح والمسرات، مساء الذوق. الله، أكيد عرفتوا أنا وين. يفرح وينبسط المعلن لما يكلم التاجر، لما يكلم صاحب المشروع، يقول له الإعلان حقك ترند، الإعلان حقك كسر الدنيا. طبعاً أحيانا مو قوة في المعلن، لا، قوة في الإعلان. روزيتا فلور وروزيتا الملكية من 8000 ريال إلين 3200 ريال بس. لعيونكم مددوا الإعلان 10 أيام تستاهلوا، راح يكون إلين 23 رجب، واللي ما لحق على التغطية السابقة راح نعيدها لكم الآن، والتمديد إلى 23 رجب. فرصة اللي يبغى يعرس، لا يفوتك العرض. 2024 إن شاء الله كل إعلاناتي راح تكون ترندات، كلها إضافات وإضافات قوية. متواجد بقاعة أفراح روزيتا، واليوم راح أقدم إليكم عرض خرافي لروزيتا فلاور وروزيتا الملكية. قبل ما أخذ معاكم الجولة من قوة العرض، خلني أحط لكم إياه، عملوا له كابتشر وبعدها راح أشرح لكم مكونات هذه القاعة الجميلة. السعر من 8000 راح يكون ب 3200 ريال بس. كابتشر الشاشة. شو رايكم في العرض؟ مجنون صح؟ العرض مدته 10 أيام، طبعاً تحجز خلال 10 أيام وتستفيد من المدة لاحقاً، يعني بإمكانك تتزوجي بعد شهر، شهرين، ثلاثة، بعد سنة، أهم شيء الآن تستفيدوا من العرض خلال 10. روزيتا فلاور تتسع إلين 300 شخص، تصميم جميل جداً وعصري، طبعاً تاخذون القاعة بهذا التزيين الجميل والمميز، طبعاً شوفوا كيف وساعة وجمال الممشى أو الممر اللي يودينا إلى الكوش، فخامة الممر وفخامة الإضاءات، طبعا بالإضافة إلى وجود الكنب الجانبي وتزيين الطاولات زي ما إحنا شايفين، فخامة الطاولات الرخامية والكراسي الجميلة والمريحة المذهبة 3200 ريال فقط. أنتوا فقط مو ماخدين القاعة، ماخدين معاها خدمات إضافية، من ضمنها راح تكون هذه الكوشة الجميلة. مسكات حق العروس ما يحتاج تشتريها أو تستاجريها، بروزيتا حاطين هنا 10 نماذج بحيث أنكم تستخدموها للزواج. شوفوا الفخامة، شوفوا الجمال كيف. هذه أيضا من الخدمات المجانية اللي مع القاعة، يعني إحنا راح ناخذ القاعة وراح نوفر. هذا ستاند الشبكة، أيضا هذا من الخدمات المجانية اللي مع القاعة، ما يحتاج تستاجرون من برا، موجود مجانا. وهذه منطقة الاستقبال بالقاعة، شنو هالتزيين، شنو هالفخامة يا روزيتا. من جد يا جماعة العرض خرافي، من جد حطموا الأسعار، من جد أقوى ترند. بالإضافة راح يكون الشاي والقهوة والماي والمناديل من ضمن الخدمات الإضافية المجانية اللي مع القاعة. وهذه غرفة أهل المعرس أو حتى تصير أهل العروس، وهذه غرفة العروس، ما شاء الله تبارك الله، كبيرة ورحبة ولها مدخل خاص مستقل فيها يطلعكم على جهة الكراج، مدخل خاص. وهذه قاعة البوفيه تكفيلها تقريبا من 180 إلى 200 شخص، طبعا هم على استعداد يرتبوا لكم أي بوفيه تحتاجونه ولأي عدد وبأقل الأسعار. روزيتا الملكية وتتميز موقعها المميز، موجودة بالقطيف حي المجيدية، هناك تصير منطقة المستودعات، شارع القدس، هناك تصير مزايا الغذاء. يلا نغطيها لكم الآن من الداخل ونقولكم بالعرض القوي. قاعة روزيتا الملكية تتسع إلين 300 شخص، ونفس الشيء راح تاخذوها بهذا التزيين الجميل والمميز، فخامة الكنب الجانبي اللي موجود على الممر اللي يودينا إلى الكوشة، وشايفين الممر كيف وسعه، جميل جدا، وهذا من الأشياء المطلوبة في القاعات. طاولات الجانبية عاطية المكان فخامة، طبعا تاخذونها بهذا التزيين. أيضا الخدمات الإضافية، الشاي والقهوة والماي والمناديل راح تكون من ضمن الخدمات المجانية. الكوشة ومسكة العروس وستاند الشبكة وأرجوحة الكيك، هذه اللي يكون عليها الكيكة، أيضا هذه من الخدمات المجانية اللي مع القاعة. كل هذه يا جماعة بكم؟ 3200 ريال فقط. من جد هذا أقوى ترند. منطقة الاستقبال طبعا ما شاء الله تبارك الله، الروزيتا الملكية مرة مرة ضخمة. الحلو أنهم مهتمين بأدق التفاصيل، يدهم في المكان، يعني دائما في تطوير وصيانة مستمرة. غرفة خاصة لأهل المعرس مع دورة مياه مستقلة. هذا الجناح خاص في العروس وأهل العروس، طبعا مرة مرة كبير. كل هذا اللي تشوفونه تابع الجناح بدورة مياه مستقلة. ما خلصنا أيضا هذا المدخل خاص في العروس، هذا أيضا من ضمن الجناح.
من جد من جد من جد شيء فخم. فخامة الممر، هذا ممر السعادة، هذا الممر الخاص بالعروس اللي يوديها إلى هذه قاعة البوفيه، ما شاء الله مرة كبيرة تكفي إليهم 250 شخص. هم على استعداد يأملوا لكم بوفيهات، يأملوا لكم وجبات اللي تبغونه وبأقل التكاليف. أيضا بالقاعة عندهم هذا القسم الأوتدور، هذا القسم الجميل جدا بالثيم الشعبي، هذا يحبونه الأمهات حركة. كل هالفخامة اللي شفناها بروزيتا وروزيتا الملكية راح تكون من 8000 إلى 3200 ريال بس، كبشروا السناب القادم. اللي يبحث عن منتجع جميل جدا ومميز وبأسعار مناسبة، أيضا عندهم ثلاثة منتجعات وأسعارهم خرافية. يا سلام والأجواء، الله، طبعا مجلس الرجال ومجلس النساء وجلسات خارجية أوتدور بتصميم جميل جدا، وعندكم نطيطة الأطفال، وداخل هناك في غرفة نوم بالإضافة إلى المسبح. هذا مجلس الرجال، شوفوا كيف تصميمه يهبل مع أطلاله على الخارج. الله والأجواء، وش رايكم؟ غرفة نوم بنفس المنتجع وأحلى أطلاله على المسبح، حركات مع أحلى جاكوزي. الحلو أنك تقدر تستأجر المنتجع فقط فترة الصباح أو المساء أو اليوم كامل. وهذا نموذج ثاني إلى المنتجعات، هذا روزيتا روز، وأيضا عليه عرض قوي، من ضمنه راح نحط البوستر. أجواء شتوية وجلسة مرة 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 رايقة،